تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. سفيان، البداية باش تكون من جيبس. معنا المدير الجهوي للساحة بجيبس يحيى حمدي. مرحبا بك سي يحيى. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. يعيشك سي يحيى، شكرا على قبول الدعوة. نحكي وعلى الحادثة اللي البارح شدت الرأي العام وأحزنتنا كثيرا، أنه الطفل ما تجاوزش عمره العامين، معناه نجم نقوله بيبي ذا مازال رضيع، يتوفى بعد لا يجي للمستشفى الجهوي بجابس وهو عنده مشاكل نتاع ضيق تنفس، ولكن ما يخضعش حسب تصريحات عائلته للإنعاش اللازم لحالته، ونظرا أنه جاي من الحامة فإنه نجم نقوله موقع عشان تعامل الحيني مع حالته، على خاطر الحامة نعرفوا الأيامات اللي هي فيها حالات عديدة وعن نجم تصنف بؤرة نوعا ما لفيروس كورونا. دونك الوليد الصغير هذية عنده ضيق نفس، وليد صغير خافوا منه الحقيقة ولا شنو اللي صار، مع أنه نعرفوا قلتولنا برشا مرات ما فهمش تب انعاش في مستشفى جيبس. دونك الوليد هذية نجم نقوله أنه توفي ضحية لعديد من العوامل. فسر لنا أنت كيف صارت للأسف الشديد الحكاية هذية، وبعد نرجع بأكثر تفاصيل معك سفيان على الموضوع. شكرا. الربيع هذا جاء يوم 22 العشية إلى المستشفى المحلي بالحامة، شوفوه في قسم الاستعجالي. عنده ضيق تنفس حاد، عنده ضيق تنفس حاد في المستشفى المحلي بالحامة، ما ينجموش يخدموا أنشار. بعثوه وقع مع أنت بعثوه للمستشفى الجهوي بيد. هزات سيارة إسعاف معها ممرضة للمستشفى لقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجابس. في المستشفى الجهوي بجابس بشراتة أسيستانت، معناتها طبيبة مختصة في قسم الاستعجالي. شافت الطبيبة هذيك أن من الضروري أن يعمل تيست بي سي ار للتسبب هل هو مصاب بالكورونا أو لا، لأن العلامات توحي أنه هو عند الكورونا. التعامل مع الشخص هذا مع أنت مع العائلة ممكن مع تعاون عادي. أهالي الحامة راهم جزء من جابس، ما مش أهالي الحامة من جابس، والتعامل مع مرة والتعامل عادي، ومستحيل كان التعامل مع الإطار الشبه الطبي والطبي يتعامل مع المواطنين تاع الحامة تعامل مش عادي. راهو التعامل عادي جدا، ما حتى وربما بحكم ان المنطقه هذيك منطقه موبوءه فما اجراءات خاصه في قسم الاستعجال لتفادي العدوى. سياحية سامحني سياحية، لو كنت تسمح لهنا نقطة أثرتها العائلة وأنا نحب ننقلها، أنه الوليد صغير عمله عامين وعنده كريز متاع أزم، يعني ما ينجمش يتنفس. يقولوا كان من الأفضل والأجدر أنه يقع إسعاف الساعة قبل كل شيء، نحيوله الكريز متاع ضيق نفس وبعد نحطوه هون كارونتين ولا حتى ميسيلش، خاطر هي أمه قالت الله يرحمه، هو أما أمه قالت فرشولها في القاعة وعطوها جهاز تنفس، قالوا لها انعش أنت ولدك به. نقولوا خايفين من الكورونا ما فما حتى مشكل، أما نحيولوا الضيق نفس وبعد نعملوله البسير هكا، هذا المعقول؟ وصلح لنا أنت سياحية تعرف أكثر. أسمعني، هذه الرواية متاع العائلة. شوف، هم عندهم حرق على الصغير متاعهم، حاجة طبيعية، وحنا نعذرهم اي معناتها اي طريقه يحبوا هم يبلغوا بها الحرقه نتاعهم هذيك. اي ما شنو اللي صار بعيدا عن الحرقه؟ قول لي شنو اللي صار. هذه طبيبه اختصاصيه في معناتها في قسم الاستعجالي، اول معناتها البيبي اعطوه الاكسجين، معناتها هذيك الهداف الاولى اعطوه الاكسجين. اتصلت الطبيبه هذه الطبيبه الاختصاصيه نتاع طب الاطفال، طلبت منها ان الطفل الرضيع هذا يقيم قسم الرضع بالمستشفى. اما الحكايه اللي هو تطرح ان كان يكون الرضيع هذا مصاب بالكورونا ينجم يعدي الرضع الكل. دونك شنو معناتها شنو الاجراء اللي معناتها الخضوع؟ الاجراء الخضوع هو الاتصال اقسام معناتها اقسام انعش الرضع باصفاق ثلثي، حبوا يعملوا ترونسير يا المسير يا الاصفاق. لقوا صعوبه ياسر في مع
نعمت الرسالة إلى المستشفيات هذه بحكمهم ديجا المستشفيات الجامعية هذه عندهم ضغط كبير. واضح ولا فاهم؟ مطل معناتها ملقوا حتى حل. دونك خذوا الرأي وخذوا معاه التربيش تجي أدير. عادي. هم يقولوا في التربيش تجي أدير الغدوة الصباح. بقوا يعملوا له معناتها في التنك معناتها الصناعي. هذه إجراءات تقنية ربما احنا نفهمها أكثر من نفهمها العائلة. لكن أختي العزيزة معناتها نقول لك أن في أقسام الإنعاش للرضع راهم يوقفوا في السقف من سقف وأربط مع الناس أقسام الإنعاش للرضع وراهم أختي العزيزة مش أول واحد يتوفون هكا يتوفون هكا مع الرضع أطفال رضع يتوفوا هكا بالطريقة هذه على خاطر فماش قسم إنعاش على خاطر ما فهمناش على خاطر أقسام الإنعاش هذه أختي بالنسبة للجمهورية التونسية يوقفوا في السقف معاش يتعدوا جالس ما فيهاش مدين ما فيهاش تطوي ما فيهاش بلي ما فيهاش قدر ما فيهاش قداش عندها الحالة هذي قداش عندها سياحية الحالة هذي الحالة هذي عندها عشرات السنين وأشرنا لها عدة مرات معناتها في الوزارة وفي أي بلاصة احنا كم معناتها مسؤولين جهويين أشرنا عليها في كل معناتها كل وين معناتها توقع معناتها اجتماعات على نطاق جهوي ولا على نطاق مع الأولى واضح ولا زيدك حاجة أخرى أختي الأطباء الناس المختصين في هذا الميدان تجدين بالعشرات في الساق تجدين بالعشرات في المسجد تجدين بالعشرات في سوسة تجدين بالعشرات في تونس العاصمة وفي المستشفى الجهوي جابس ما تلقى حتى طبيب إنعاش في المستشفى الجهوي في المدينة ما تلقى حتى طبيب إنعاش واضح ولا أو علاش المشكلة في الطبيب المباشرة اللي في جابس المشكلة مش في معناتها العمر الشبه الطبي في جابس المشكلة أكبر من هذه أختي المشكلة أن المناطق هذه الدولة ما وفرت لهاش الآليات بشيء تنجم منع الأطفال هذه والله إيش باش نقول لك سي يحيى ما نجم نقول لك حتى شيء بالحق معناها قلبي دم ما عاش ما نجم نقول لك حتى شوف هذا معناها بالحق هذا ما عنده شرطة هذا هو المشكلة راهو هذا هو المشكل ومش واضح الأستاذ الدكتور فضل معناها هو هي الوضعية واضحة بالنسبة لنا أنه فما عائلة تفجعت في صغيرها عمره عامين ومستحيل نقبله أن ولد صغير عمره عامين يموت مش على خاطر المرض متاعه المخطر برشا ليه لأنه